الكثير من النساء أصبحوا عرضة للتحرش وبات يشتكي من هذه الظاهرة الكبير والصغير. فإلى أي مدى ممكن أن يكون التحرش سبباً في تغيير حياة الناس؟ انتشرت في العراق الكثير من الظواهر، ولعل من أهمها هي ظاهرة التحرش. ظاهرة سلبية انتشرت بواقعنا الاجتماعي، هذا خاصة نحن هسه بالعراق. التحرش قد يكون نفسي، جنسي، قد يكون تحرش من خلال العين، ممكن نظرة يعني للبنية راح تخليها تضوج. أغلب الشباب ما يحترمون المرأة وهي إنه تمشي بالشارع. عدم وجود الوعي الشبابي، كبت، عدم اختلاط. هسه احنا نشوف مدارسنا البنات واحد الولد واحد، فإذا يكون اكو اختلاط من الصغر احنا ممكن إنه نتخلص من هذه الظاهرة. يعني الأب لا يحاكي ابنه مثلا يقول له ابني لا تتحارش بالبنية، اطلع بطريقك مثل ما شوف اختك شوف هذه البنية. لو اكو قانون صارم وقوي كان هواي قلت نسبة التحرش بالمجتمع. انا كامرأة قمت ما اقدر اطلع. هسه نريد نعرف شنو اسباب هذه الظاهرة. التحرش الجنسي بالمجتمع طبعا تعتبر ظاهرة يعني منحرفة، سواء من الناحية الاجتماعية او الناحية القانونية او من وجهة نظر نفسية، ولكن برأيي لا يمكن الأخذ بهذه الظاهرة كظاهرة نفسية، لها أسبابها ولها أعراضها ولها نتائجها. مثلا توظيف الشباب، هذه الحالة نادرة في المجتمع العراقي حاليا، الإحباط الذي ينتاب الطالب أو الطالبة نتيجة قبول المعدلات، فبالتالي هذه الأمور وغيرها قد يعني تحرم الشاب عن مثلا تنفيسه الإيجابي للغريزة الجنسية وهو الزواج. عادة هناك عزوف عن الزواج، هناك حالات طلاق متكاثرة، هناك حالات ترمل مستشري. فإذا وصلنا لهذه النتيجة نصل إلى نتيجة أنه من الممكن، وبعد انتشار الإنترنت فهناك تفسير واضح لهذه الظاهرة كمسببات عن هذه المجموعة. كلنا نعرف القوانين تعالج كثير من الحالات، فشنو القوانين والعقوبات اللي اتخذتها وزارة الداخلية خصوص هذا الشأن؟ عزمت وزارة الداخلية على القضاء والحد من هذه الظاهرة. بالحقيقة القانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 عالج هذه الظاهرة بالمادة 402 منه، حيث وجهت عقوبة للسجن من 3 إلى 6 أشهر وبغرامة مالية. هنالك أيضا مشكلة تواجه تنفيذ هذا القانون، هو عزوف بعض الفتيات عن الإبلاغ عن مثل هكذا حالات لضرورات قبلية أو اجتماعية. رسالة من قيادة شرطة محافظة بغداد ومن وزارة الداخلية بشكل عام إلى أخواتنا واللاتي يتعرضن إلى هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش، سرعة الإبلاغ، وسوف يجدون رجال وزارة الداخلية التحرك الفوري وأيضا إلقاء القبض على الجاني، وإن شاء الله سوف نقضي على هذه الظاهرة. ورسالة أيضا إلى شبابنا الواعي الابتعاد عن مثل هكذا حالات، لأن حالات لا تمت إلى المجتمع العراقي بصلة. بقى شيء واحد نريد نعرفه من خلال هذا التقرير، شلون نعالج هذه المشكلة اجتماعيا؟ أولا وضع قوانين، مثلا وضع ندوات ثقافية لتفعيل دور النشطاء الاجتماعيين، تفعيل دور الثقافة الاجتماعية، تفعيل كسر الحواجز والفجوات ما بين الذكر والأنثى، خصوصا أن البعض ينظر إلى مجتمعنا أو المجتمعات الشرقية بشكل عام أنها هي مجتمعات ذكورية. هذا الأمر خلق فجوة وخلق حزازية ما بين الطرفين. اليوم الشاب أو الشابة ماكو أي قيود تقيدهم داخل المجتمع، اليوم هنالك ترابط ما بين الاثنين، هنالك تواجد ما بين الاثنين داخل الأسواق، داخل الجامعات، داخل كل الأماكن. الأمر الذي يزيد من إمكانية أنه استشراء هذا الأمر داخل هذه الأروقة. ولكن الأمر الآخر الذي يجب أن نسلط عليه الضوء هو غياب الدور الإعلامي وغياب الدور المجتمعي وغياب الدور حتى السياسي بوضع الاقتصادي للشباب. اليوم أغلب الشباب يعاني من وضع اقتصادي متأزم، بالتالي لا يمكن له أن يمضي بمشروع زواج أو ارتباط، بالتالي يبحث عن سد فراغ. سمعنا رأي شبابنا والمختصين حول هذا الموضوع. بالنهاية التحرش ظاهرة غير أخلاقية، خصوصا في عمر الشباب، لأن احنا نريد نبني وطن ونريد نبني مستقبل بعيدا عن هذه الأمور.